مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل مهارات جديدة ووصفات بسيطة ولطيفة لكن هتنفع قوي مع الفطار أو مع القهوة، حاجات كده جميلة حاولنا نجمعها في حلقة واحدة علشان حضراتكم طلبتوها. أول وصفة هنعملها وهي من الوصفات اللطيفة والخفيفة، يعني مش خفيفة قوي بس يعني حلوة، من أنواع السابليهات اللطيفة أو قريبة لعجينة السابلي، هي بسكويت المربى. بسكويت المربى احنا هنعمله بمربى المشمش اللي عملناها من المشمش الفريش مع بعض في البرنامج وإحنا مجهزين منها، هنحشي منها البسكويت بتاعنا أو البسكوت اللي هنعمله. نقول وصفته سهلة وبسيطة جدا، خلينا نقول المقادير ونبدأ نشتغل فيه، هو جميل قوي ولطيف. تعالوا نقول بسكويت المربى، عندي نص كوباية من الزبدة. طبعا انا بفضل الزبده النيوزيلندي لانه هي بتبقى صحيه اكتر وبتبقى كويسه، تقدروا تستخدموا انواع تانية لو ما فيش، لكن طبعا دي في الاولويه. عندي نص كوبايه من السكر، عندي بيضه واحده، عندي فانيليا سايله معلقه صغيره ورشه ملح، وعندي كوبايه وربع من الدقيق المنخول، وطبعا الحشو مربى اي نوع يناسب حضراتكم تكونوا بتحبوه. طيب انا بحاول استخدم بسكوتات بمقادير بسيطه واقتصاديه، ما فيهاش نسبه بيض عاليه، ما فيهاش نسبه زبده عاليه، لانه في حاجات كتير قوي بنشتريها من بره بتبقى تقيله قوي وبتبقى غاليه قوي، وهي ممكن تبقى تكلفتها بسيطة ونقدر نعملها في البيت بشكل لطيف وهتطلع أحلى بكتير من اللي بنشتريها من بره. طيب أنا هبدأ أقول بسم الله وهنبدأ أول وصفة مع بعض. هاخد، خليني بس أول حاجة أنشف العجان. ليه بقى؟ لو أنا هشتغل بإيدي ماشي، أنا مش عارفة هو ينفع أشتغل بإيدي ولا، بس خليني أشوف كده. الزبدة طرية شوية، يعني بدرجة حرارة الغرفة تبقى طرية عشان ما تتعبنيش. بصوا كده، لا ممكن والله، والله انا اقدر اشتغلها بايدي، تعرفوا كده. طب انا هشتغل البسكويت ده بايدي، خلينا نجرب كده الاول وصفه لان هو سهل وبسيط، عشان برضو اللي ما عندهوش عجان واللي مش متاح ليه ممكن نستخدم المضرب اليدوي او نستخدم المضرب السلك. طيب بسم الله، هحط كده بوله اطمن بس انه انا قطعت حته تيشوز هنا، بصوا ان هي نظيفه وناشفه وجافه تماما. ليه؟ علشان الزبدة لو جت نقطة مية هتتعبني قوي في الخليط وفي ان انا يعني اعملهم ميكس مع بعض. طيب انا هحاول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده اول حاجة الزبدة، هحط، بصوا النقطة دي مهمة قوي، نقطة الفانيليا اللي اتحط في الاول مع الزبدة قبل ما احط بقيتها مع البيض مع السكر، تدي طعم وتست كده للزبده، تحسوا كده وانتوا بتاكلوا الخليط ده من البسكوت او السابلي، لما بتحطوا له معلقه الفانيليا دي بيدي طعم للبسكوته حلو قوي، او لما بتدخل الفرن وتطلع تديها تست حلو قوي، فبتحسوا كده باختلاف. بصوا هبدا اعمل الزبده بتاعتي الاول كده، اللي عايز يستخدم سكر بودره مفيش مشكله. بصوا انا هبدا بس اخلطهم مع بعض، اخليهم جوه بعض، بعدين هقلبهم بايدي شويه حلوين. طبعا الزبده بتسيح بدرجه حراره الغرفه، يعني بسيبها اطلعها من الثلاجه واسيبها في في الجو العادي. بصوا هبدا اعمل كده كده خليط كده. طبعا اللي عايز ايه يخلط بالمضرب مفيش مشكله، عايز يحط سكر بودره ويعملها بالايد هتدوب اسرع. طيب هاخد كده البيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، البيض ده برضو فوائده كتير، مفيد جدا للشعر، عارفين بيدي لمعه للشعر رائعه لو حطيتوه لوحده او مع الحنه، الناس اللي بتحب بتدي لمعه للشعر رائعه البيض، بيستخدم في ماسكات رائعه طبعا غير فائدته للذاكره وللعظام، وبيحمي الخلايا العصبيه وهو خلايا العيون، مفيد جدا. بصوا هبدا اخلط الخليط كل ده بايدي اهو، الموضوع بسيط يعني، شايفين ازاي كده. هاخد بس رشه ملح بسيطه صغيره على الدقيق اللي احنا هنستخدمه، ونزل الدقيق وخلينا عجينة. بصوا سهلة وبسيطة ازاي، بس بصوا بقى الأهم من كده إن انتوا تريحوها شوية في التلاجة، يعني ليه بقى؟ عشان لما أجي أشكلها ما تسحش وتفرش في الإيه؟ في الصاج، تبقى متماسكة وساقعة، نحشيها تدخل الفرن وتطلع تلاقوها الواحدة بوحدتها، هتشوفوها دلوقتي هتبقى ممتازة. بصوا أهو هنضيف شوية شوية
ريحة الفانيليا مع العجينة دي مش قادرة أقول لحضراتكم على جمالها. أهو كده. طبعا بنيجي بقى في الأعياد بنيجي عايزين حاجات كده خفيفة. ساعات في ناس بتروح يعني محلات الحلواني أو المخابز تشوف بسكوتات معينة الولاد يحبوها. تخيلوا بقى لو انتوا عاملين العجينة الجميلة دي في البيت. بصوا انا عملتها بايدي ما خدتش 5 دقايق اهي اهي. شايفين العجينة حلوة ازاي وناجحة ما بتلزقش اهو. حط دي شوية شوية عشان لو انا نوع دي اللي عندي هياخد الكمية كلها. افرضوا اللي عند حضراتكم مش هياخد الكمية كلها هياخد اقل يبقى احنا في الامان اهم. بسم الله. طبعا استخدمه في دي الكحك والبسكوت بيبقى حلو قوي وممكن نستخدم جميع الاستخدامات. اللي يريح حضراتكم في الاستخدام استخدمه. بصوا بقى جميله ازاي اهي. شايفين العجينه حلوه ازاي. ممكن بقى نسقعها شويه. الله شايفين جمالها. الريحه تجنن. الفانيليا دي بتتباع بالازايز كده. ممكن ناخد ايه 100 مللي 50 مللي 200 مللي على حسب استخدام حضراتكم لل ناخد بقى بوله نظيفه نحط فيها العجينه النظيفه الحلوه بتاعتنا ونبدا نشكل. ادي صاج هاخد طبعا مهم بالنسبه لي ورق الخبز او الزبده نقطة بس كده من الزيت وإيه هفرش كده بالفرشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيطة. وبعدين ده والباقي اللي في الفرشة هعمل كده. طبعا هو في زبده مش هيلزق ما تخافوش بس باكد لان انواع الورق الخبز مش زي بعضها. خلاص الفرن عندي سخن على حراره 180. طيب بسم الله. انا هنا ينفع هحشي مربى بطريقه زي دي وممكن احشيها بان انا احطها في كيس كده واصب منها. هنشوف الايه الطريقتين مع بعض وانهو ايهما افضل. يعني لما بنسقعها بسقعها كده عشان اوريها لحضراتكم. حط شويه منها في الكلانفل كده وبدخلها التلاجة. بصوا اهي تسقع بس شوية. خلاص طيب ادي كده كور. هعمل كور كور كده. ده من الحاجات الجميلة قوي بقى لو رايحين في مكان وعايزين ناخد حاجة لجيراننا لأصحابنا حد من المقربين في علبة كده شيك. عايزين توزينوا الوحدات تبقى كل واحدة قد التانية مفيش مشكلة خالص. يعني ايه اللي يناسب حضراتكم. ممكن تبقى وحدات صغيرة وممكن تبقى كبيرة على حسب انتوا حابين ايه. هو بيفرش شوية يعني هو تسيبوا مسافات بينهم كده عشان هو من النوع اللي ايه اللي بياخد يعني مساحة شوية بيفرش سنة يعني. واحنا بصوا بنحافظ عليه علشان طبعا هنا التكييف كويس فالدنيا جميلة ومتماسك. هنشكل بقى ده وهوريكم بقى هنعمل ازاي. في طريقه بسيطه نقدر نحشي بيها عاديه من غير الكورنيه اللي احنا عاملينه حاطين فيه مربى ده. بصوا كده مربى المشمش بقى كمان من الحاجات الجميله. يعني احنا عاملين النهارده مربى فيها فيتامين سي عالي جدا بتقوي المناعه وفيها غنيه بفيتامين الف وطبعا بتحمي من الجلطات. فيها مضادات اكسده بتحمي من الكانسر وفيها نسبه بوتاسيوم حلوه تحمي القلب. يعني المشمش الطبيعي ده مهم جدا ونقدر نحتفظ بقى في الموسم باي حاجه من الحاجات الحلوه الفواكه الموسم نعمل بيها مربات جميله نستفيد بيها لاولادنا ونهازي بيهم اصحابنا. ساعات في ناس تحب تروح السياحه تحب تروح في حته يبقى واخده معاها حاجتها. والله انا كنت واحده من الناس لما اروح في مكان اخد علبه الكحك الصغيره بتاعتي اخد علبه البسكويت بتاعتي وعلبه الكيك لانه بيبقى الاماكن فيها بس ساعات ما بتبقاش نفس التست تبقى تقيله قوي يبقى فيها نسبه زبده عاليه قوي بحس ان انا يعني ايه بتعذب عشان اكل حاجه انا نفسي فيها. على الرغم ان الواحد بيبقى يعني كده كده احنا هنشتري او هنجيب فبحب اكل حاجتي يعني.
نسبة السكر قليلة، مظبطة الدنيا، حاجاتي مع النسكافيه مع الشاي بتبقى حلوة قوي بصراحة. فده حاجة طبيعية وعادية جدا. شارك بقى أصحابنا جيراننا الحاجات دي، كمان تنفع في العيد سواء عيد مسيحيين عيدنا. يعني إحنا إيه في النهاية بنجمع نوعيات حلوة من البسكوتات منوعة وجديدة ونعملها بشكل جميل. والبسكويت ده على فكرة مشهور قوي، في ناس كتير قوي بتحب تعمله. على فكرة يعني مامتي زمان كانت تعملها بسكوت المربى ده بكتير قوي، كنا ساعات نعملهم نقطعهم كده ونلزقهم في بعض بالمربى برضو. بس طبعا الشكل ده منتشر قوي الفترة دي، فاسمحوا لي انا ايه حبيت اعمله علشان اصدقائنا اللي بيحبوا الشكل ده تحديدا في البسكوت ده. كمان ينفعوا الولاد بدل ما ياخدوا حاجات يعني من بره فيها حاجات حافظة، اهو حاجة لطيفة. هنعمل كده ونشوف بقى. بصوا بقى في طريقة، اما ان انا بصباعي الابهام هعمل كده وهروح واخدة من المعلقة الصغننة هنا من المربى دي كده، مش حاملة قوي اهي دي، او هعمل بحاجة. بس انا بصراحة بحب اعمل كده عشان يدي شكل معين في دماغي. بصوا دي شقات مش هسيبها، هاخدها اكورها تاني. هو التشقيق ده مش حاجه وحشه يعني، بس انا ايه حباها تبقى نعم اهو كده اهو خلاص. وممكن بقى نحشي يبقى كده. شايفين الفرن عندي 180، هحطه على الشبكة في النص دي عشان مشمش طبيعي، فتلاقوا فيها قطع فاكهة. يعني عاملين من المشمش فعلا وقت ما نزل. شايفين ازاي؟ اعملوا بقى الاشكال اللي تعجبكم. عايزين تعملوا شكل قلب لو فيها، يعني في حاجات كتير جدا موجودة في محلات مستحضرات الحلواني رائعة، وتقدروا حضراتكم تستفيدوا منها وتجيبوها، واشكال بسيطه واسعارها زهيده والله وجميله جدا جدا. بصوا البسكوتات جميله عامله زي الغريبه، بس مع الفارق انها محشيه مربى. تعالوا بقى ندخل كده نوديها الفرن. بسم الله هنا على الشبكه في النص، هدي بس الحراره شويه على مهلكوا خالص. بصوا كده شايفين الجمال اهو. هنبدا نسيبها مثلا 15 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن، من 15 دقيقة 17 دقيقة ما بياخدش وقت. مش عايزين نغير لونه قوي، هنوري حضراتكم شكله في الطبق عامل ازاي، وهنطلع ده ان شاء الله برضو مع حضراتكم. وهنستسمح حضراتكم بقى ان احنا نطلع استراحة ونستعد للشوط الثاني. بعد الاستراحة هنعمل فيه وصفة لطيفة برضو من الحاجات المحببة، تنفع حادق وتنفع حلو. احنا هنعملها بطريقة ونقدر نقول لحضراتكم بدائل. بعد الاستراحة نستكمل مع حضراتكم بإذن الله. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. عملنا البسكويت بمربى، مش عارفه اذا كان مخرجنا استعرضه ولا لا، بس هو ده شكله. وهنشوف كمان اللي في الفرن هوريه لحضراتكم ان شاء الله. بصوا بيبدا يفرش ازاي. بصوا بسم الله بسم الله، وبيبقى لونه كده خلوا بالكم، بيفضل لونه فاتح كده ما بنغمقوش، بس اول ما يستوي بس يا دوب من تحت ياخد اللون الذهبي الحلو ده ونبدا نطلعه بقى. وده اللي هو اللي مخرجنا مستعرضه. تسلم ايدك يا فندم، شكرا لذوقك جميل. ونحطه بقى في علبه، اهم حاجه حطوا ورقه زبده وحطوا في العلبه كده واقفلوها بشكل لطيف. هيبقى جميل. اللي حابب يحطه في الثلاجه هتلاقوه احلى واحلى بجد. طيب هنعمل وصفه جميله جدا. اولا في اكلات جزائريه ومغربيه وتونسيه رائعه، بعيدا عن كمان الطاجين والحاجات الاكلات اللي هم مشهورين بيها، لكن ليهم حلويات كده جميله قوي. احنا هنعمل النهارده منهم نوع بسيط، ابسط الانواع الجميله يعني، اللي هو يناسبنا شويه واخدين عليه قريب من حاجات شبه اللي عندنا يعني، اللي هو دوازا تاي. الدوازا تاي ده وصفه مغربيه، حلويات من المغرب، ليه اشكال كتير متعدده. بيعتمد على الزبده والدقيق
بيتشكل بمربى فواكه جافه، هي حلوه اقتصاديه موفره لكن ليها طبعا اكيد طبع خاص عندهم، احنا نعملها على طريقتنا احنا. طيب الدوازه تاي عايزه 2 بيضه، كوبايه سكر، كوبايه زيت، رشه ملح، بشر ليمون، فانيليا، معلقه خميره، كوبايتين ونص من الدقيق. للتزيين عندي صفار بيضة، لبن وسمسم، وممكن مع صفار البيضة دي نحط نقطة فانيليا برضو، مش هيجرى حاجة أبدا عشان ريحة الزفارة. طيب هنبدأ ناخد، أنا بقى إيه يعني هنحط الحاجات الجميلة دي، خليني إيه الخميرة دي أنا هحطها على الدقيق، وخليني أحط فتفوتة ملح بسيطة، وإيه وهاخد شوية سكر مع هنا، معلش انا ايه هخلط هنا شويه واخد الباقي مع البيض والزيت. بسم الله، ادي البيض. طبعا هجيب مع البيض ده اساسي اول حاجه هنحطها الفانيليا. شويه السكر، وبعدين خلينا ايه نقلب الخليط ده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب الخليط الجاف ده مع بعض. رشة بشر الليمون. طبعا خدوا ممكن لواحدة ليمونة أداليا، وناخد منها الايه القشر اللي ايه مش وصل للأبيض، أهم حاجة تدي نكهة حلوة قوي. جميلة جدا. هاخد الزيت كده. نرفع، بسم الله. نحط الزيت. نخلطهم كويس قوي مع بعض. هنزل كده شوية من الدقيق بالخميرة والبرش الليمون. هننزل كمان شويه من الزيت، شويه شويه كده عشان نبقى متحكمين احنا في كميه الدقيق اللي هتنزل. بسم الله بسم الله. اللي شكلنا بيها بس فين؟ عايزين الحاجات الحلوه اللي شكلنا فيها، وبلبله من بتوع الايه؟ الجمال بتوع الباك. جيب الحلواني، بنقلب كده تقليبة لحد ما الزقيق يتماسك كده. هوري حضراتكم احنا هنتابع هنا الزقيق اخباره ايه لما العجينة تتماسك معانا. خلينا نبص بصة برضو مع بعض كده. بسم الله، شوف العجينة حاجة بسيطة قوي، معلقتين كمان. بسم الله، بصوا كده بقى، بسكوت روعة للناس اللي حابة المقرمش. خلينا نشوف برضو
اهو قدام حضراتكم، بصوا بقى روعه ازاي من تحت عامل ازاي، اهو شايفين روعه ازاي، طعمه وريحته يجنن. طيب بسم الله، تسلم ايدك يا محمد. اخد كده بقى العجينه الحلوه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بصوا العجينه القمر دي هنا كده، شايفين العجائن حلوه ازاي، مفيش اي اضافه سوائل ولا حاجه، هو اللي احنا اشتغلنا بيه. حاضر، خليني بس اعمل البيضه عليها نقطه لبن ونقلبها كده بالفورج او بال كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا نقطه فانيليا ولا حاجه هنعمل كده، مفيش مشكله. خليني بس احط شويه البيسكيتس القمر ده، مش قادره اقول لكم على جماله ولا على ريحته. سهل وما خدش 5 دقايق. شايفين ازاي روعة، تسلموا يا قلبي يا قلبي يا شيمو. حاضر كده، ميرسي، تسلم ايديكوا والله، ميرسي ايديكوا جميعا. يعني الواحد ممكن يكون بيعمل شغل، بس اللي بيخليه حلو هو يعني شغلكوا انتوا، مش انا والله. طيب نوديها بقى هناك عشان احنا عملنا كده شويه كمان للي حابين بقى القرمشه اهو. بسم الله، طيب نبدا بقى هنشكل هنا. انا حطيت هنا البيضه مع شويه لبن، طبعا هنقدر نضيف شويه فانيليا. طيب نقدر نحط معاهم نص معلقه صغيره من اللي هي القهوه سريعه الذوبان اللي يريح حضراتكم. بصوا بقى جميل ازاي، بصوا شكلهم حلو قوي. بصوا بقى احنا نبدا نفرد الايه العجينه الحلوه دي، شايفين ناعمه وجميله، حاجات جميله وتبادل الثقافات. احنا اتفقنا انه حاجه حلوه قوي وبيخلينا كمان نعمل وصفات جميله من عندهم. الحقيقه احنا ايه، انا يعني بيتابعني ناس كتير ببلغهم التحيه من كل الدول الحقيقه، يعني ليبيا والسعوديه والكويت والمغرب وتونس والجزائر والاردن فلسطين، كتير من بره مصر، في ناس عايشه في امريكا وفي ناس في كندا، في ناس في استراليا. يعني الحمد لله ايه، السماكة اللي تناسب حضراتكم. ما حطيناش اي اضافة سوائل، احنا الزيت الدقيق والخميرة والبيض يعني السكر، ما عملناش حاجة تاني. ماشي كده ايه، طيب حبايبي هنبدا بقى ايه نفرد كده فرده حلوه. اخر الاخر ونشوف تشكيل. بسم الله، خلينا نجيب بقى صاج كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وبرده الصاج نقطه بسيطه من الزيت، هاخد كده بالفرشه. بسم الله، البسكويت ده بالزيت على فكرة، مش حاطين فيه زبدة ولا حاجة كده. وهاخد ورقة من ورق الخبز، كده بصوا بقى نص كده
تمام كده. اوكي ونفس الفرشه باللي فيها، مش هحط تاني، بس افرد كده اسكن الايه الورق الخبز على الصينيه اللي احنا حطينا تحت نقطه من الزيت فيها اهو. بس ده عشان نحط في اعتبارنا ان لو الورق بتاع الزبده نفسه مش قوي يبقى تمام. بصوا بقى انا عملت بالحجم الكبير ده، القطعات دي بتتباع كده مع بعض، بتبقى يعني طقم على بعضه، تقدروا تجيبوه، اسعارها جميله جدا جدا، الحجم اللي يريح حضراتكم. انا يمكن عملت بالحجم ده اهو، تقدروا تعملوا وحدات صغيره لو عايزين. شايفين ازاي؟ بسم الله. شايفين ازاي؟ طيب ممكن اشيل بقى ده المتبقي ده. عشان نقدر نعمل بقى وندهن دول بشكل كويس. طبعا دول هنعجنهم ونفردهم تاني. عايزين بقى تعملوا شويه كبار شويه صغيرين، المهم ان انتوا كل صاج هنحطه في الفرن هيبقى الحجم اللي مناسب للصاج ده، يعني كله من الحجم ده او كله من الحجم الصغير، تمام؟ عشان نبقى احنا ايه ملتزمين بفكره انه وقت التسويه مظبوط ومناسب للاحجام اللي موجوده جوه الايه البسكويت. طيب انا بقى جبت الكورنيه ده اللي بنعمل بيه ساعات البيتزا وخرمت كده من النص، شايفين ديها شكل حلو كده، قريب من السابلي بتاعنا على فكره، بس طبعا مع اختلاف ان احنا السابلي بتعمله دقيق وزبده وسكر، لكن نفس الشكل اللي احنا بنطلعه للسابلي تقريبا. يعني تقدروا بقى تعملوا العجينه دي، ممكن نحط فيها بذور شيا، وممكن تحط فيها بذور كتان، ممكن تتعمل حادقه يعني يبقى على الوش حاجات تانية، يعني تقدروا زي ما انتوا عايزين. طيب بسم الله هاخد كده الصغنن ده هخبزه لوحده، ما تسيبوهوش، يبقى بيسكت صغنن كده لوحده ودهنوه وحطوا عليه سمسم. انا هعمل كده عشان يبقى جميل. شايفين ازاي الصغننات دي رائعة. لا طبعا ساق تاني، هنعملهم في ساق تاني. بصوا كده الجمال، في واحدة ممكن نحطها هنا كمان، بلاش دي ناخد دي. اوكي طبعا في اتنين كمان ممكن هنكملهم بعدين. بصوا بقى الصغننين دول، شفتوا الصاج اللي احنا سوينا فيه البسكوت اللي بالمربى دي، بقى بسكوتات تجنت حطت كده في علب صغننة للولاد على وشهم، بقى سمسم على وشهم، اي حاجة من اللي بيحبوها، وتطلع لوحدها كده تجنن ياكلوها. يعني ايه نبقى هتبقى شكلها جميل قوي، هيتبسطوا بيها لانها من يوم صغننه. الولاد بيحبوا الحاجات دي قوي. انا مفيش مانع ان انا اسوي دول معاهم على فكره كده هنا كده، وهاخد دي كده نكمل الوحدات بتاعتنا الامامير دول اهو. اهي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقرب كده علشان
نمسح الوش زي ما اتفقنا بالفرشة. باللبن والبيض هنمسح على خفيف كده. ده صفار بيض وممكن مع رشة فانيليا. صفار البيض ده مهم قوي، يعني فيه مضاد أكسدة، مضادات كتير أكسدة، وبيقوي المناعة وبيعزز صحة العظام. فيه نسبة حديد، مستوى الحديد في الدم بيظبطه جدا، وجميل للشعر بالذات للماسكات للناس اللي عندها بشرة دهنية. الصفار يناسبهم أكتر، البياض يناسب البشرة الجافة أكتر. الناس بقى اللي بشرتها عادية تحط بيضة كاملة عادية، يعني الصفار والبياض. بصوا كده نحط لسه بس السمسم. الحرارة مش هغيرها. تمام، الحرارة مش هغيرها ليه؟ لأن أنا عايزاها 180 عشان يطلع اللون اللي حضراتكم شايفينه الجميل. عايزين بقى تحطوا كمون، حب موجود، شمر، اللي انتوا اللي يريح حضراتكم. يعني إيه؟ نحاول إن احنا نمسح بس مسحة خفيفة كده. وطبعا دول كمان صغننين دول عشان دول من ضمن الخليط. اوكي نعمل كده. بصوا طبعا كده السمسم ده بقى عايزه اقول لكم مخزن كالسيوم، بيهدي الاعصاب، وبنعمل منه وصفات كتير حلوه. بيساعد كمان في عمليه الهضم جدا، بيوطي ضغط الدم، بيظبط السكر في الدم، وبيقوي المفاصل جدا، لانه طبعا غني. بيعزز كمان حليب المرأة المرضعة جدا، وبيحمي الجنين من التشوهات. عايزة أقول لكم يعني فوائده ما شاء الله. تعالوا بقى كده ناخد السمسم كده. بصوا الجمال. شايفين؟ يا فندم يعني كله هيتحط في العلبه فين؟ والله وانا كمان تعرف كده بقى، على الرغم سبحان الله ما بحبش السمسميه في حلاوه المولد، بحب الفوليه اكتر، بس السمسم ده لو محمص كده واعمل مخبوزات احبه جدا احطه معاه. حاضر. اصلهم بيقولوا لي عايزين ورده من غير سمسم، هسيب لكم الصغيرين دول من غير سمسم، حطوا واحدتين ثلاثه بس. خلاص بسكيت ده كان روعه، عايز اقول لكم من الحاجات الجميله. هسيب لكم كام واحده من غير سمسم عشان نبقى راضيين كل الايه الاطراف. خلاص مش هيديكم كالسيوم النهارده، انتوا حرين، انتوا خسرانين. طيب خلينا بقى نقول بسم الله. نحط بقى الدوازة تاعي هنا. بسم الله. وخليني معلش انا هرفع دي رفعه خفيفه، لان البيسكتس اللي هيبقى محطوط تحت هيبقى رفيع اهو، ما يبقاش قريب لتحت. يلا بينا نسيبها بقى 10 دقايق 12 دقيقه بالكتير، هنشيل البسكتس ده هتلاقوه زي ما حضراتكم شفتوه في الاستعراض. اسمحوا لنا بقى نطلع لاستراحه، بنرجع بعد الاستراحه نستكمل اخر وصفه معانا ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه من الاستراحه. دلوقتي هنعمل بقى صنف جميل جدا. اللي عندنا بواقي كنافه، او عندنا شعريه، او عندنا سد الحنك، او عندنا سميد بسبوسه، ممكن نعمل بيه القاعده الحلوه دي. انا النهارده كان عندي كنافه، فقلت اطلع الكنافه حمصتها وقلت ايه اعملها قاعده للحلو الجميل ده. حلو وسهل وسريع ولطيف جدا، حضراتكم تقدروا تجربوه، بسيط لانه ما فيهوش حاجه، وبس الفكره كلها انه زي المهلبيه ان احنا نقدر نستفيد باي حاجه موجوده عندنا، نطلع منها صنف حلو جميل وسهل وبسيط. طيب عندي الحلو البارد بالكنافه، عندي كنافه محمصه متقطعه ومتحمصه وهنحكي عنها دلوقتي. عندي طبقه الكريمه اللي انا هستخدمها هي 3 كوبايات من اللبن مع 3 معالق كبار من النشا، باكت كريم كراميل، وعندي كمان صوص كراميل للتزيين. بصوا انا هطلع ده الدوازة تاعي. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هطلع دول فوق 3 ثواني بالظبط، فكروني بيهم. بصوا بقى البيسكتس الحلو ده، بس ده الناس اللي بتحب الحاجات المقرمشه، انا بحب الحاجات المقرمشه قوي على فكره. تعالوا كده ايه نقدم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جميل ازاي، الله ما شاء الله. شايفين سخن مولع بس يجنن، ما شاء الله ما شاء الله.
شايفين الجمال. الحاجات دي بتتباع غالية وبنضطر نجيبها بأرقام، وهي حاجات بسيطة ونقدر يعني نعملها في البيت بأبسط الطرق وتعجب ناس كتير، ضيوفنا احنا في المصايف. بدل ما السمسم اشيله لك يا فندم، والله ما تخافش يا فندم مش هفرط فيهم. السمسم هذا كنز، كنز والله فعلا. بصوا جماله، بصوا يعني جميل ازاي ولطيف. تقدروا بقى تحطوا على الوش اي حاجه حضراتكم بتحبوها، مفيش اي مشكله خالص، يعني اللي من فوق ده تقدروا تتحكموا فيه. حلو بقى اللي يريح حضراتكم. دي بقى من الحاجات الجميلة الواحد إيه يعني يستفيد من وجود حاجات في البيت بسيطة بإمكانيات بسيطة، نطلع منها وصفات حلوة ممكن تكون بره بتتباع بأرقام غالية. طيب أنا اسمحوا لي بس أقدمها هناك جنب الجميل التاني ده. بسم الله الرحمن الرحيم، أهو. وهنبدأ بقى نعمل الصوص ده. طب قبل ما ابدا فيه، انا جبت كنافه، احلى كنافه تحمصوها، هي اللي تكون لازم جمدت شويه في الفريزر حتى قبل ما نعملها في صينيه كنافه نابلسيه او كنافه مثلا عاديه. ان شاء الله هنعمل الكنافه بالكريمه ونعمل حاجات حلوه، احنا يعني ايه ممكن نكون في الفتره اللي جايه نقدر نعمل كمان اصناف بيها حلوه قوي كتير، بس حبيت اعمل صنف سريع ولطيف ويكفي اسره. فخلينا ممكن نعمل بيها كاسات كمان. الكنافه بتجمد شويه، بنطلعها بنضربها في الكبة وبعدين بنبدأ ناخدها على النار في شوية معلقة سمنة مع زيت ونشوحها كويس وبنصفيها. خلاص بتبقى كده، شايفين حضراتكم قرمشة ازاي. الناس اللي مش عايزة فيها نسبة دهون زيادة، هي بصوا ما فيهاش دهون، بصوا ايديا، ممكن يعملوها في الفرن مفيش مشكلة، ونقلبها كده ومن وقت للتاني من غير شواية، يعني في الفرن بس تاخد اللون الحلو الجراتان الذهبي الحلو ونستمتع انها حاجة صحية. طيب هاخد بقى الصوص، انا عندي هنا لبن. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم الحاجة دي تبقى على البارد الاول. خلاص كمية اللبن الحلوة دي، وعندي نشا 3 معالق كبار من النشا، او ادي معلقه 2 3، وعندي باكو من الكريم كراميل باكت واحد، يعني العلبه لو فيها 2 باكت احنا هنستخدم واحد منهم بس. هاخد بويسك كده صغنن، هقلب ده على البارد الاول من غير ولا سكر ولا اي حاجه، كريم كراميل مسكر وهو اللي ايه كاننا بنعمل كريم كراميل جاهز، بس احنا ضفنا معاه شويه نشا لان انا عايزه الخليط ده لما يتصب على الكنافه نبدا بقى نرفعه على النار. لازم الاول اتاكد ان دوبته كويس من غير اي تكتلات عشان ارفعه على النار، يعني ما يبقاش فيه تكتلات، والا هتضطروا تصفوه حتى لو لا قدر الله ده حصل نصفيه مفيش اي مشكله خالص. طيب هنبدا بقى بعد ما نرفعه على النار نقلب لما ياخد قوام تقيل. انا اضفت النشا مش الدقيق، الدقيق دايما بيدي طعم الدقيق، لو هو ما اتحمرش او ما طلعش منه الطعم الني بتاع الدقيق ده، فالنشا افضل في الحاله دي. انا عايزاها تبقى ليها طبقه تمسك عليها وتبقى تخينه وركزه كده ثابته. الكريم كراميل هيبقى فوق الكنافه يعني ايه ما هوش قوي، فلازم حاجه تمسكه، عشان كده انا اضفت النشا. طيب هنبدا بقى نقلب تقليبه حلوه كده، هنقلب بقى ديه فيه على طول، الخليط ده يبقى ايدي فيه على طول علشان ما ينفعش اسيبه يكلكع لانه على طول هيربط وهيتماسك. لو جيت اضيف نشا عشان لقيت الخليط خفيف لازم اضيف النشا اخفه بميه واصبه هنا، ما ينفعش اصبه على الخليط وهو ناشف وهو يعني سخن. تمام قوي، هنقلب بقى تقليبه حلوه كده. دي فكره لطيفه، ممكن بقى نزينها بالكراميل، تزينوها باي حاجه تانية، صوص شوكولاته، تعملوا اللي انتوا عايزينه. عايزين بقى الخليط ده نفسه على الكنافه يبقى فيه خليط مانجا، يا سلام. هناخد الخليط ده بعد ما يطلع ويستوي هنخلط عليه مانجا بيوريه وهنصبه وهنسيبه يسقع، هيبقى طعم المانجو فيها هيبقى رائع، يعني هتليق معاها قوي. تقدروا تحطوا على الوش قطع مانجا ومن فوق نعمل بس معلقه من المربى او من العسل خفيفه كده نخفها، شربات او سيرب موجود عندنا من بتاع الكنافه خفيف عشان الفاكهه بتاعتنا بس ما تتبلش في التلاجة. دي كلها افكار جميله جدا جدا،
شايفين ازاي؟ هنقلب بقى تقليبه حلوه كده لحد ما يبدا يتماسك معاه الخليط. اصلا الكريم كراميل ما بيتماسكش قوي في الاول، بس بيبان له كده ايه اول ما يبدا يغلي، بيبقى خلاص هو تفاعل وهيجمد. انا عايزه بقى الخليط ده يديله ايه شويه تقل كده، فاسمحوا لي هاخد كده ايه هنا كده، معلش ايه معلقه كمان، اخد بس معلقه كمان او معلقتين كده من النشا، وهضيف عليهم قليل من الماء. بسم الله. بس انا ما حطيتش المعالق وقت ما حطيتها، ما حطيتهاش مليانه النشا، ما حطيتهاش مليانه اهو شايفين. بس ادوب كويس قوي عشان يبقى الخليط ده سائل وجميل مفيهوش اي تكتلات. تمام، تعالوا بقى ننزل كده. بصوا بدا يتقل الخليط، بس انا عايزه اتقله تاني عن كده اهو عشان يثبت فوق الايه الخليط الكنافه. طبعا لازم يبرد قبل ما نضيف اي حاجه تانيه زياده عليه، نديله فرصته. خلينا كده نقلب ونفرش بقى الكنافه هنا. بسم الله. المحمصه نقدر نعمل كاسات كمان، لو عندي كاس هشوف دلوقتي حالا. بصوا بقى الكنافه بتبقى جميله ازاي. طبقه ممكن احسن من طبقه البسكوت الكنافه. انا ليه بقول لحضراتكم ميل من للسميد او للحاجات اللي هي كده، عشان تشوفوا. بصوا شايفين الكنافه متحمصه ازاي، علشان ايه تبقى بين الفاتح وال ناخد بس كده نشوف في كاس معانا، ممكن نعمل كاس كده ظريف. بصوا هنا اهو شويه كده، عايزين تحطوا قطع فاكهه ماشي خلاص تخن. بصوا بقى انا عايزه كده، شايفين البابلز دي؟ بصوا اهو شايفين الخليط اهو. اوكي شايفين براحتكم خالص اهو، هوريكم في ظهر معلقه. شايفين الخليط عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه، عايزه اتقله بالشكل ده زي المهلبيه على مهلكم. شايفين البابلز دي؟ دليل ان هو استوى اهو، هنشوف جواه حالا دلوقتي. بصوا بقى في ظهر المعلقه لازم يكون تقيل ازاي، شايفين اهو، هو ده اللي انا عايزاه. طيب هناخده بقى نصب كده. هاخد الاول هنا على الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبه يهدى قبل ما يدخل التلاجة. اللي عايز يحط مكعبات خوخ، كومبوت، يحط مانجا، يعمل اللي هو عايزه، حاجة ترجع لحضراتكم. شايفين الخليط ازاي تقلناه بعد ما اضفنا الكريم كراميل؟ ما اعتمدتش على القوام بتاعه هو بس، لا خلاص هصب بقى باقي الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ هنعمل كده. نغطي. شايفين ازاي؟ وهنمسح الحروف عشان تبقى جميلة لما تمسك. مبقاش فيها في الحروف اي حاجه.
وهنا كمان هيمسك على طول لان احنا متخنينه. بصوا لازم يهدى الخليط ده، لازم يهدى طبعا، بيدخل التلاجة الاول وبعد تضيفوا عليه اللي انتوا عايزينه. عايزين بقى من البداية كده نضيف عليه الفواكه، هيبقى اروع واروع. بس بصوا بقى، تعالوا بقى ممكن نحط طبقة بقى من الكراميل. عليه هتسيح لان هو سخن، عايزاها تعمل طبقة خفيفة. هتبقى روعة. عندنا ناتس او حاجة فول سوداني، حاجات حلوة ممكن نحطها تبقى جميلة. يا سلام فارمسيل مثلا، ألوان أو دارك أو حاجة من الحاجات الحلوة دي تنفع برضو. كده نمسح، نمسح هنا. هنعمل طبعا هنعمل كده، هنعمل كده بس عشان إيه، هو لسه سخن فهي هسيح. نجيب ممكن كمان حاجات إيه نرشها. تبقى روعة. طبعا، بس هو كمان جميل كده، هي كمان كده رائعة جدا. ممكن ناخد شوية ايه فارمسيل كده ملونة بس ايه، ونحط هنا على الكاس ده. او هنا كمان سبرينكلز كده لطيفة، تبقى حلوة. عايزين تحط ناتس او مكسرات اللي يريح حضرتكم، بس حاجة تكسر اللون الحلو بالالوانات الحلوة دي تبقى جميلة جدا. احنا بقى ممكن ايه نستعرض بقى الجمال ده. بصوا الجمال. هنحطه هنا ونجيب كمان البايركس ده، نشوف له كده اندرلاين حلو ممكن نحطه تحته. كده عايزين الابيض ولا الاحمر عشان احنا في الاهلي؟ ها الاحمر، ماشي الاحمر ليك. يلا بينا، بسم الله. هنحط البايركس كده واسمحوا لنا ايه نقدمه بقى، واستمتعوا بقى بالوصفه دي بعد ما تسقع، وقولوا لي حضراتكم جربتوها وطلعت عامله ازاي معاكم. بسم الله. هنحطها هنا. اوبا. والنهارده بقى احنا عملنا ايه؟ عملنا وصفات لطيفه سهله مقتصديه. عملنا الكاسات الخاصة أو الحلو البارد الخاص بالكنافة، ممكن يتعمل بسميد البسبوسة مع السيرب على النار لما يبقى طري كده، ممكن بسد الحنك، ممكن ب أي حاجة زي الشعرية مثلا، وأنا عملته بالكنافة. عملنا له طبقة كده من الكريمة حلوة قوي زي المهلبية مع الكريم كراميل، وديناها معلقتين نشا عشان نتقل القوام، تسقع بيبقى حلو بارد جميل. عملنا بسكوت المربى بالشكل حضراتكم شفتوه، سهل وسريع ولطيف، حاجه بين السابلي والبسكوت، سهله وجميله. عملنا دوازا تاي اللي هو يعني وصفه مغربيه جميله زي ما حضراتكم شفتوه بجماله ده. اتمنى يا رب الوصفات تنول اعجاب حضراتكم. طبعا هنستسمح حضراتكم بعد بقى استعراض الحاجات الجميله دي ان احنا نستعد لاستقبال الفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.